ولا تك فاحشة. يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشاه في العبادة فانتشى، فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أنفذ أحكامي وأفعل ما أشاء. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مجالس الذكر وتلاوة القرآن. وهو القائل للإمام علي: يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فإن مت مت شهيدا، ولو مت على فراشك وطافت الملائكة حول قبرك كما يطوف المسلمون حول البيت الحرام. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا أن نعيش في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عرفة، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي، والمقيم بالحمادين أم عثمان مركز أبو كبير محافظة الشرقية، والذي أسعد بسماع سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق. ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
شكرا يا شيخ. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله 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 عليك يا حاج محمد. براحتك كده.
Thank you.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها Thank you.
إذا رأيت من حسبك المنكورا وإذا رأيت ثم رأيت عليهم ثياب يزيدك عم الشيخ إن هذا كان لكم جزاء وكان حالك
إلى الذنب تسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناه وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ربنا يزيدك والله
إن الله كان علينا حكيما يدخل من يشاء